طب نروح بقى يا كابتن لملف اللعيبه المعارين ورجوعهم. طبعا في كابتن صلاح محسن وناصر ماهر واكرم توفيق. والله انا برضو بشيد برضو بلجنه التخطيط ولجنه الكوره في النادي الاهلي ان انا اديت فرصه للعيبه مش هتلعب عندي ولعيبه كويسه، يعني لعيبه الامكانيات الفنيه عندها عاليه جدا ومش هتاخد فرصه عندي انهم يلعبوا في ظل وجود طبعا النخبه ما شاء الله في النادي الاهلي الكبيره اللي موجودين طبعا. فده يحسب للجنه التخطيط في النادي الاهلي، يحسب لاعضاء مجلس اداره ان انا اديت فرصه لاولادي ان هم يطلعوا يشاركوا في المباريات، يشاركوا في يلعبوا مباريات دوري، وكمان يعني برضو الحمد لله يعني حتى الفرق اللي روحوها فرق كويسه قوي وهم لعبوا بشكل كبير. يعني اعتقد يعني انا الاربعه اللي كان يعني اعتقد اكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن وناصر ماهر ما شاء الله يعني ابدعوا، بس اقوى واحد فيهم بالنسبه لي انا بصراحه التوب فيهم يعني بصراحه كلهم كويسين طبعا، لا ناصر ماهر بصراحه فارق جدا، يعني بصراحه فارق جدا وفنيا وتكتيكيا وحاجه يعني عامل حاله كمان في نادي سموحه كويسه قوي، يعني بصراحه ناصر ماهر يعني ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. انت قلت لي تتوقع اكتر حد هو تتوقع له نجاح كبير الفتره اللي جايه، بس يمشي على يعني يحافظ على نفسه ويكمل زي ما هو كان ملتزم في سموحه كده، فان شاء الله باذن الله هيكون له دور كبير وهيكون دوره مؤثر كمان في النادي الاهلي. واعتقد ان مستر موسيماني بيحب الكره دي زي ما هو بيحب قفشه كده قوي، وكمان بيحاول يتعب على صالح جمعه على فكره. انا عرفت ان هو معمول له برنامج بدني تاهيلي بدني عشان يجهز تمام. لو شاف ناصر هو طبعا طبيعي طبعا اعتقد ان هو قاعد مع كابتن سامي وصان وقاعد مع كابتن سعد عبد الحفيظ وتابع ملف المعارين، وفعلا الحمد لله بجد يعني هيفرقوا كتير جدا الفتره الجايه مع النادي الاهلي ان شاء الله.